اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. حلقه العيد وحلقه مميزه جدا من هاشتاج ليدي. هكون معاكم انا دكتور مي مجدي، وضيوفي النهارده مميزين جدا، ما بين بقى الاهتمام بالبشره وازاي نقدر نستثمر حلو، ممكن نشتري ذهب، نعرف ايه اللي نشتريه وايه اللي لا، واهميه الصداقه وحاجات تانية كتير. المهم ان كلها حاجات هتجهزنا للعيد، وتجهيز مش اي كلام، تجهيز بجد يعني زي ما بيقولوا. واحلى حاجه بقى ان اول فقره هستعين بيها باصدقاء، يعني زي ما بيقولوا كده يلا استعين بصديق ما فيهاش حاجه. فالموضوع عباره عن ان معايا اتنين اعلاميات جمال، بجد انا فخوره ان هم معايا عشان هم اصحابي، وكمان هم شاطرين قوي وصحاب وبست فريندز وصداقه ما شاء الله ربنا يديمها. بجد هيعملوا كده فايبس او طاقه ايجابيه جدا جوه الاستوديو، يعني بدات من اول ما دخلوا كده القناه. وهنعمل مع بعض فقره اسمها دردشه ستات، هاشتاج دردشه ستات. الفقره دي ان شاء الله لو عجبتكم هتكون مستمره معانا كتير. ضيوفي هم، او الاصدقاء اللي انا بستعين بيهم، هم الاعلاميات الجمال ايمي وجيه، وهي مدرب علم نفس ايجابي وعلاقات وصناعه محتوى واعلاميه، ورانيا عفيفي مؤسسه براند وومن مايندز جولز، وكمان مؤسسه جروب وومن مايندز، ومن اكتر الناس الداعمين للسيدات. اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه، منوريني، والطاقه الايجابيه بتدخل معاكم في اي مكان يا بجد. يا سعيك مسكر يا قلبي بالالوان، مش شايفه الالوان؟ لا الالوان باينه، ده مش عايزين كلهم جايبين معايا مش انا بس. طيب انا عرفت ان انتوا، يعني مش عرفت، انا شايفه الصداقه دي وشاهده عليها بقالي سنين، والناس كلها دلوقتي احنا بنقولها ان انتوا بيست فريندز، او الصداقه القويه قوي ما شاء الله، الله اكبر يعني. فعايزين نثبت ده اكتر بان احنا نروح لفيديو نشوفه مع بعض. يلا بينا ونرجع تاني. لما تتعب من هم الدنيا اجري على اقرب حد تثق فيه، وتكون متاكد انك هتقوم من القعده معاه مغير جو، لا هيحمل عليك ولا هيحسسك انك محمل عليه. يكون ضيف خفيف في حياتك، يقدر ظروفك ويفهمك، عتابه خفيف، وجوده مريح للاعصاب، ما يدخلكش في قيل وقال وياكل دماغك كهري فاضي. ما تحملش هم مكالمته، لما تغيب عليه ويغيب عليك تبقى متأكد انكم لما تتقابلوا كأنكم ما غبتوش عن بعض ولا ثانية. مكالمته خفيفة على القلب. الناس اللي ما تحملكش هم الدنيا دول بتحس معهم ان الدنيا لسه بخير. خليني ابدأ بإيمي، لان الضيافة كانت عندك. هي دايما عندي، هروح منها فين؟ دي اقدار. وبعدين يا رانيا دي اوتوماتيك، دي اساسي. لا هي اريح واخف. طيب ماشي، اهم حاجه الاتفاق، طالما الصحاب متفقين يبقى تمام. طيب ايمي قولي لنا بقى، يعني انت شايفه اهميه الصداقه ايه؟ يعني في ناس بتقول، احنا كنا بنتكلم بره يعني فيك اكتر من حد شارك معانا في الراي، وكلهم قالوا الصداقه ما بقتش موجوده وانتوا بتقولوا اي كلام، فاحنا عايزين نثبت العكس بقى. اولا ايه اهميه الصداقه في الحياه؟ هو مفيش بني ادم يقدر يعيش، ما يقدر يعيش من غير اصحاب في حياته. تمام، لازم يبقى في اصحاب واصدقاء قريبين. بصي ان شاء الله واحد. يعني الحمد لله ربنا رزقني باختنا رانيا، فالحمد لله انا بحمد ربنا عليها والله. كل يوم عندي يعني امتنان لوجودها الحمد لله. هي الصداقه علشان انت تعيشي حاسه ان في حد في ظهرك، حاسه ان في حد وقت ما هتعوزي تتكلمي هتلاقيه، هتلجئي له في ازمه، هتلجئي له في مشكله، هتلجئي له في فرحه. هتفرحي مين معاكي؟ صحابك. بالظبط، فصحابك هم اللي هتفرحيهم معاكي، هم اللي هتزعليهم معاكي، هم اللي هتقرفيهم معاكي. يعني هنعمل ايه؟ دي اقدار. بس في شروط معينه لوجود الاصدقاء. الاصدقاء مش موجودين في ظل عدم وجود هذه الشروط. زي ايه هي الشروط؟ قولي لنا ثلاث حاجات مهمين عشان نقول ده صديق تمام نعتمد. اولا يقدر ظروفك. حلو جدا، ماشي ماشي. ثانيا زي ما قلت في الفيديو، ما يحملش عليكي. حلو، مش دي مهمه قوي. مكالمته حمل. عارفه الناس تكلمك تحسي امتى المكالمه تخلص، تبقي خايفه تردي احيانا. بالظبط، هبقى ارد بعدين لما عندي استعداد، عارفه كده. ثالثا بقى يبقى ودنه بقى، يعني يديكي ودنه وقت ما تحتاجي ان انت تتكلمي. فدي من اهم الثلاث شروط دول، لو اتوجدوا امسكي في البني ادم ده، ده صديق كويس. حلو، احنا عرفنا كده الصفات اللي في رانيا. ثلاث حاجات مهمه تخليكي تقولي الصديق ده يعتمد.
اول حاجه ان تقدرك. حلو. يبقى في تقدير. خلاص في الابريشيشن كده. مفيش اللي هو الحكم على الاشياء. ولا الحكم على طريقه التفكير ولا الحكم على التفكير ولا اي حاجه من الكلام ده. فدي من اهم الحاجات جدا. وتاني حاجه يبقى سهل وخفيف ومفيش فهم غلط، ويلا ننزل يلا ننزل، يلا نسافر يلا نسافر، تعالي نرغي يلا، تعالي نقعد في الشارع يلا. عارفه الحاجات الناس السهله مفيش اي تعقيد في اي حاجه. احنا يعني طب قولي لي ايه ونرجع. ثلاث حاجات، مش عارفه انا بحب رقم ثلاثة يعني، بس نقول ثلاث حاجات. رقم ثلاثة مصممه عليه مش عارفه. ثلاث حاجات، ثلاث حاجات مشتركه بينكم ولا إيه بالشرط؟ ايه ده؟ لا بصي على فكره الناس اللي بتشوف اخوات اللي بيشوفوني اقول انا اخوات. ها اولا هي اللي عامله شعر بعض بس احنا متفقين. هي السبب اللي غدرت بيها وغمقت. غمقت هي خانتني وغمقت. ايوه انا اول ما عرفت كان شعرك احمر فعلا. فانا غمقت وهي كملت. لا انا على العهد، هي خانت العهد يا حره، انا على. وفي حاجه مهمه جدا، التفاهه. ها مقدار التفاهه. طب بس مقدار التفاهه على كلامك، التفاهه الى جانب النجاح. ما شاء الله ما اعرفش تعملوا التركيبه دي ازاي. يعني الناس الناجحه ما بتبقاش تافهه والناس التافهه ما بتبقاش ناجحه، انتوا الاثنين اساس النجاح التفاهه. طب بجد ازاي يا بنتي؟ هو لولا شويه التفاهه دول هم اللي مهودين علينا والله. الواحد لما يحب يفرفش كده يكلمكم او ينزل معاكم. بالظبط. يعني في حته كده، في حته هربانه. يعني في حته هربانه كده بتلاقيها، هي دي اللي عامله عارفه الحته الكويسه كده. حلو. بس مش عارفه احنا لما بنخش مكان كده تحس ان يعني في حاجه غلط حصل بتحصل في المكان، في دربكه تقريبا. الاستوديو هنا مش عارف دربك يعني انتوا ساعات بتقولوا بتعملوا قفله بس هي قفله حلوه. طيب رانيا، انت عامله مشروع حلو قوي، هو وومن مايندز جولز، هو مجوهرات وومن مايندز. اولا ليه سميتيها وومن مايندز والموضوع بدا ازاي؟ وبعدها هنروح لفيديو بقى نتفرج على الموديلات، بس عايزه اسمع منك الاول. اوكي حبيبتي، انا عندي البراند بتاع وومن جولز مع شريكتي حبيبه قلبي، بوجه لها تحيه هنا. جميله نادين. انا بسلم عليها انا كمان. احنا ابتدينا وومن مايندز الاول اللي هو السبورت جروب والامباورمنت للسيدات، بيدعم السيدات بالظبط على الفيسبوك. على الفيسبوك. خلاص طبعا عملنا حاجات كتيره جدا بالنسبه للدعم بتاع السيدات والحاجات دي، واحنا فكرنا ان احنا نعمل حاجه امتداد للجروب ده، يبقى حاجه ماديه. أوكي. يعني احنا بنعمل ده كان دعم معنوي. فاحنا قلنا عايزين حاجه ماديه. طبعا اكتر حاجه احنا بنحبها ايه في السيدات؟ معروفه، الذهب. يعني ساعات ما بيبقاش معانا بس بنحوش يعني برضه الذهب. يعني قلنا دي اكتر حاجه السيدات بتحبها. خلاص خلينا نشوف الموديلات. أوكي. ونرجع نكمل الموضوع. قولي لنا بقى الموديلات كده. بس يا ريت نمشي بالراحه شويه ولا ايه؟ أيوة. الموديلات دي اللي هي الاولانيين دي، الحاجات اللي احنا ابتدينا بيها. دي شبه الاكسسوارز، يعني حلاوتها انها اللي كانت في الاول. مش دي كانت يعني فكره ان الحاجات اللي تلبسيها يومي ومش اوفر. بالظبط. اول حاجه ديلي يوز. الحاجات الخفايف، لان احنا كنا هنا ما عندناش الحاجات اللي هي الاوزان الخفيفه على اساس ان هي تبقى ما تبقاش التكلفه بتاعتها عاليه. وتاني حاجه الحاجات اللي ينفع تجيب لها هدايا. خلاص توديها هدايا اعياد ميلاد، تزوري حد، مش عارفه ايه. بالظبط الحاجات اللي هي بتبقى خفيفه. وتاني حاجه الموديل ده كلمينا عنه مثلا. ده الموديل اللي فوق ده كان من يعني احنا اللي كنا عاملين له الديزاين بتاعه. اللي هو شبيه الجرمات معاه حته بلاكه بالفصوص دي، من الديزاينات اللي فعلا كانت بس سيلر. والحاجات اللي تحت اللي هي الانسيالات الخفيفه والكلام ده، دي بتبقى حلوه جدا في اللي هي بتعملي لايرنج للانسيالات والحاجات دي. حلو قوي. والليرنج اهو في والليرنج طبعا بالفصوص والسلاسل. احنا رانيا كمان ذوقها حلو قوي. يعني احنا هي رانيا اللي انت بتصممي، عشان كده ايمي حتى بتقول ان ذوقك حلو، انك بتصممي الموديلات. بالظبط. يعني مش بتبيعيها بس انت. لا 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 احنا بنصمم انا ونادين. انا ونادين بنصمم اي موديل على بالك بتعمله. بجد حلو قوي. ما هي الفكره جت ان احنا عايزين ان انت يو ار فيري سبيشال. خلاص احنا هنصمم لك الحاجه اللي تعجبك على طريقتك، بطريقه التفكير بتاعتك، بالديزاين بتاعك، ببرج بواتسو ايفر، وهنعمل لك حاجه ديو تو يور بادجت. فدي كانت اول حاجه شعرت مع الناس، اللي هو انا هقول لك البادجت بتاعي وانت هتقدري تعملي لي ايه. تحفه. فهي دي اللي ابتدت الموضوع ده. فابتدينا بالخفايف بالاسعار اللذيذه، بعد كده ابتدينا نطور الشغل بتاعنا للشغل زي الشغل الايطالي. وبدانا ندخل احجار، وانت هنا بقى بالتقيل، لانك طبعا جه ريكومنديشن كتير قوي، احنا عايزين نعمل شغل ستيتمنتس وشغل حاجات تقيله واوزان وجرمتات وحاجات كده، عشان الناس بتحب دلوقتي تستثمر. بدات خلاص. وفي الاخر بدانا برضو نطور في شغل ال21 اللي هو نعمل بديل السبايك والجنيهات، واخر حاجه دلوقتي ابتدينا اشتغلنا في الجنيهات والسبايك. عارفه
اول حد عرفت منه فكره ان ممكن ما تجيبيش النص جنيه او الربع جنيه، تجيبي حاجه اصغر اللي هي بالظبط الحاجات الصغيره كده، كنتوا انتوا اول ناس تقريبا. كنا احنا اول ناس اللي احنا يعني نعمل، دي كانت مفاجاه هايله بالنسبه لي ان البادجت او الميزانيه كانت حاجه صغيره يعني بالظبط، ان الهدايا اللي كنا بنجيب الجنيه الذهب عادي دلوقتي بنبقى عايزين حاجه اصغر. لا هي دي كمان كانت حلوه، كان الناس بتجيب عشان العيديات بتاعت الاطفال. ايوه انت فاهمه. وبرده عندنا حاجات بتاعت البيبيز اللي هي التيتينه، المعلقه الصغيره، الحاجات دي انت مش فاهمه بجد كان عليها اقبال حلو قوي. فيعني اهو بنحاول نطور شويه بشويه وربنا يسهل. حلو قوي يعني، جود لك. وانا متهيئ لي نجاحكم عموما يعني، انا عايزه ايمي برضو تكلمني عن انت بتقدمي محتوى حلو قوي كله مشاعر وكله طاقه كده بتوصل للستات كلها، وانا متاكده ان بيبعتوا لك على الدي ام عندك على الانستجرام اللي هو يعني بجد احلى كومنت. ده احلى كومنت ممكن اسمعه. انت تدينا طاقه ايجابيه، ده احلى كومنت ممكن اسمعه. لان اصلا بتارجت، انا بتارجت كده، انا شايفه الناس قد ايه قرفانه، فانا مش عايزه احمل عليهم، عايزه اهون عليهم الدنيا. يا ريت نحط صفحات بقى ايمي ورانيا عشان الناس تشوف وكلهم يعني، انا عارفه ان في ناس كتير متابعاكوا وعارفاكوا، بس كله يدخل يعمل فولو اكتر. صفحه ايمي اهي، و اللي بعدها بقى عايزين كمان صفحة رانيا، وعايزين البيج بتاعة وومن مايندز كمان الجولري المجوهرات، عشان الناس اللي عايزه تهدي بعض في العيد يعني، لو اي راجل كده بيتفرج علينا ونيم يجيب لي. انا لسه كنت حاطه ستوري، جبت هديه العيد ولا تنام على الكنبه يعني عشان بس اهم حاجه يعني. الرجاله اللي بتتفرج الحقوا بقى مامتكم ومراتكم. الملح، حلق الملح، حلق الملح رمضان ده احنا ما خدناش حاجه ميه. ايه حلق الملح؟ اكلميني عنه. ده دي عاده تونسيه او مغربيه على ما اتذكر، ان في اخر رمضان الراجل بيجيب هديه ذهب لمراته مع اول كوبايه، مع اول فنجان قهوه الصبح اللي هو في العيد، لازم يديها لازم يديها حق الملح تقديرا لوقفتها في المطبخ. احنا وقفنا في المطبخ كتير قوي ما خدناش حاجه الحقيقه. هو مش في رمضان بس، طول حياتنا اي حاجه يا باشا اي حاجه. طب بصي يا ايمي بقى، نرجع للمحتوى اللي كنتي بتقدميه، وبما انك مدرب علم نفس كمان ومتخصصه في العلاقات، ساعات الرجاله ما بتجيبش الهدايا يعني، خلينا صادقين مع نفسنا. ايه رايك في ان اهدي نفسي او حب النفس؟ كلميني عن الموضوع ده. مش انا يعني، كل ست بتسمعني. عشان اصلا الناس تحبك وتقدرك، انت لازم تكوني بتحبي نفسك. حلو. هو محدش في الدنيا هيحبك وهو شايفك ما بتحبيش نفسك، معلش. يعني ادخل احجز الهدايا من عند رانيا واجيبها لنفسي واكافئ نفسي عادي جدا بقى. طبعا اعملوا كده بقى طبعا، يلا هو ده اللي احنا عايزينه اساسي يا جماعه. طبعا يعني احنا مالناش غير بعضينا وكده. ايه المشكله؟ ايه المشكله ما ادخل عند بتاع الورد اجيب لي وردتين يعجبوني؟ ايه المشكله لما اعدي على محل اجيب لي شوز، اجيب لي شنطه، اجيب لي لو معايا فلوس اجيب لي ذهب؟ ايه المشكله؟ حلو، اجيب لنفسي. طيب دلوقتي الناس، انا قلت في الاول انه انا مستعينه بصديق وان انا معايا اصحابي هيساعدوني، فالناس مش فاهمه احنا بنتكلم عادي اهو مفيش حاجه. طلعوا بقى كيو كاردز كده وهنبدا هنقرا مشاكل اتبعتت لنا على صفحه البرنامج وعلى البيج عندي. نقينا يعني اكتر مشكلتين وتناقشنا فيهم انا وايمي ورانيا، فهنبدا بايمي هتقرا لنا اول مشكله وبعدين نتناقش فيها مع بعض. وعلى فكره كل ما نعمل هاشتاج دردشه ستات تقدروا تبعتوا لنا المشاكل قبلها، وهنجمع في الفقره المشاكل بتاعتكم ونتناقش في حلها، وان شاء الله نساعدكم توصلوا للحل. يلا ايه؟ واحده صاحبتي وعشره طويله جدا، كنا كويسين مش بنزعل من بعض، ليها حركات نص كم بس كانت بتعدي. دلوقتي بقى لها فتره كبيره قوي عندها ازمات ورا بعض، فضلت جنبها على قد ما اقدر وعلى قد امكانياتي، لكن بدأت تتذمر وما بقاش بيعجبها حاجة ولا أي حاجة من مساعداتي اللي بحاول أقدمها. كل ما أتحرك حركة من غيرها بقيت محسوبة عليا، لو سافرت من غيرها تزعل وتعمل حوار، وبقيت بعرف إنها بتتكلم عليا بطريقة مش كويسة من أصحابنا. أنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه، هل المفروض إني أتحمل مسؤوليتها طول الوقت؟ لو خرجت أو سافرت أتحملها عشان ما تزعلش؟ لو اتكلمت مع أي حد، لو اتصورت مع أي حد تبقى مشكلة؟ هي شخصية كويسة بس الأزمات المتلاحقة اللي عدت بيها غيرتها، بقت مش بتحس بحد ومطلوب من كل اللي حواليها يحس بيها ويعمل لها حساب، مشاكلها الأول بعد كده يغرق الكون مش مهم، بقت لود عليا حقيقي. الصاحب العيب. طيب كل واحدة فينا هتقول رأيها بسرعة في حل المشكلة دي، إيه رأيك في صاحب العيب؟ بتعملي إيه؟ لا ما أقدرش بنسحب. لا من الاخر انا بجيب لك من الاخر. بنسحب بالنسبه لي. اجري يا مجدي. لا مفيش، لانه الحياه بقت صعبه جدا. طيب احنا قلنا راينا كستات بتسمع بتقول رايها، راي بقى المتخصص ايمي. بصي، حق الصداقه ان انا اتحمل الى اخر طاقه فيا عشان انا حسيت برضو ان انت ما استوعبتيش قوي ما قلنا اجري يعني. لا لسه في حل عندك. لا ما طب نعمل ايه؟ طيب ما هي صاحبتي ولا مش صاحبتي؟ صاحبتي انا لازم هتحملها واقدر ظروفها. الحياه بقت صعبه يا ولكن إيه؟ ولكن
انا مش مطلوب مني ان انا اجي على نفسي. مش مطلوب مني ان اجي على نفسي عشان خاطر ابقى اسمي صاحبتها الى اخر وقت. لا انا مطلوب مني ان انا هي لازم تقدر ظروفي زي ما انا مطلوب مني اقدر ظروفها. والله حسيت ان هي خلاص اصبحت لود، هبتدي انسحب وارجع لورا واحده واحده، وهي عليها ان تتقبل او لا تتقبل. اوكي، مش مسؤوليتي. بعد ما بتدي الفرص المناسبه بالظبط يعني، بس بدي كذا فرصه. ماشي، مش بنسحب على طول كده. انا يعني صحاب دي عشره. حلو. رانيا اقري لنا المشكله اللي معاكي. كل التقدير. ايوه، المشكله العامه. حدت كل التقدير. عندي مشكله كبيره جدا مع التقدير. انا دايما بشيل الناس على راسي واقدر ظروفهم واعمل حساب زعلهم واجي على نفسي عشان ما حدش يقول عليا مقصره في حاجه، بس في المقابل ببقى عايزه اتشاف ويتشاف كل المجهود اللي ببذله في سبيل الاخرين. طبطبه، كلمه شكر، اي تعبير بسيط اني عملت حاجه حلوه، بس مش بيحصل ده ابدا. انا دلوقتي فقدت الشغف وبقيت مش قادره ابذل اي نوع مجهود عشان اي حد حتى لو بسيط. بقيت بايعه، اللي عاوز يقرب يتفضل، اللي عايز يبعد برضه يتفضل. ما بقاش فارق معايا حد ولا فارق معايا حاجه. مش مبسوطه وانا في الحاله دي، بس مش عارفه اعمل ايه. طبعا هي دي تعتبر مشكله عامه شويه، ان معظم الستات حاسه بقله التقدير وبيجيب لهم احباط بقى رهيب وفقد للشغف. هو ده. بصي اقول لك على حاجه، هي دي مشكله احنا كلنا بنواجهها للاسف. Actually بدرجات يعني. اكيد اكيد، بس في ليها حل، ان احنا نبعد، ان احنا ناخد التقدير بتاعنا من الناس اللي حوالينا. وانس ان يبقى عندك الاستحقاق لنفسك الذاتي، وان تقديرك لنفسك هو اهم حاجه في الدنيا، صدقيني باي تايم الدنيا هتبقى اظبط، ومش هتبقى محتاجه ان حد يقول لك شكرا او حد يقول لك انت تمام او فاهمه الحاجات دي. بس بالتدريج. وهتيجي مع الوقت. هي فعلا هتحسي باحساس تاني خالص ان انا تمام. ان انا زي الفل. انا مش محتاجه اي حاجه. موجود تمام. مش موجود انا تمام. صح، هي دي اهم حاجه. يعني ده رايي يعني. تربيتي. ايوه. بصي انا كان عندي مشكله على فكره في موضوع التقدير ده. ما انا بقول يعني ما فيش واحده فينا مش هتكون مرت بده، بس بدرجات. يعني فاهمه، يعني ممكن تكون في وقت معين بدرجه او اعلى درجه اقل، لكن كلنا كستات بنعاني من المشكله دي في كل المراحل العمريه. بس هي اللي انا بقوله فكره حب النفس، يعني السلف لاف ده علم انا شايفه ان احنا ما كناش عارفين عنه حاجه زمان خالص ولا اتربينا عليه. كنا فاهمين انه غرور، كانوا بيقولوا لنا زمان انت كده مغروره، اوعي تبقي بنت مغروره. فلا، واعملي حساب اللي حواليك الاول قبل ما تعملي حساب نفسك. اهالينا علمونا ان احنا ندي بدون حساب. اه، وده مش صح. احنا ندي على قد طاقتنا وندي على قد ما احنا. طب انا لسه كنت هقول لك الراي العلمي. عايزين الراي العلمي، دخلينا في العلم بقى اللي درستيه، نعمل ايه في المشكله دي؟ احنا لازم ندي على قد الطاقه بتاعتنا. اه، على قد ما قدراتك تدي. ما بنقولش ان احنا نقصر، وما بنقولش ان احنا بقى انانيين، ولكن كل واحد انا عارفه قدراتي قد ايه. بصي، الناس بتخش العلاقات الزوجيه او بتخش حتى لما تبقى ام بتتشقلب، بقولك بتطلع على الحيطه بتدي فوق طاقتها بالظبط. صح. فلما تيجي تتعب وتسحب نفسها بيبتدي اللي حواليها بيعتبروها مقصره. صح. لان هي اتعودوا على زياده، بذلت مجهود زياده. بشكرك يا ايمي، يعني مفيش احلى من الكلام ده نختم بيه فقرتنا. نورتوني ايمي ورانيا، والبراند بتاعتك حلوه، كملي وان شاء الله تكسروا الدنيا. وانتوا الاثنين بتقدموا محتوى حلو، تدعموا كل الستات. شكرا. كملوا. شكرا. ولازم تبقوا معانا على طول في الفقره اللي قررنا اسمها مع بعض احنا الثلاثه، وهي دردشه ستات. هاشتاج دردشه ستات. ابعتوا لنا مشاكلكم وهنحلها ونتناقش فيها زي ما شفتوا كده، وهيكون اكتر كمان ومشاكل اكتر، وان شاء الله نوصل لكل الحلول. استنونا، هنروح لفاصل ونرجع تاني.